السلام عليكم. الفيديوهات جعلتهم وراء بعضهم في مكان واحد، بقي نظام تعشيق آخر سوف أتكلمكم عليه. العمال قبل أن يصعدوا هذه قلت لهم أنها لا تركب لأنها فوقها واحدة تعطلها. هم الآن تعبوا فيها، تتعبهم الآن. لم تلصق، هاي بعيد باش يلصقوا البراغي، ثم يطولوا ما يلصقوا البراغي لان من الفوق الحديده الفوقانيه ترجعها. هذه خارج الموضوع، نورمال نتكلم عليها، تخيلها بيبليسيتي. قلت لكم نظام تعشيق هذا كذلك مرسيدس. مرسيدس عندها كثير من انظمه التعشيق، رانا في الاول الثاني الثالث الرابع، رانا في الخامس، ويوجد اخرين في يختلفون في العمود المرفق فقط. قلت لكم هذا اسمه نظام التعشيق، هاوينه مرسيدس باور شيفت، ناقل حركه ذو 12 تعشيقه. هذا فيه 12 تعشيقه، هذا كيعرف مع 12 تعشيقه معناتها يبدا من الاول حتى ال 12، 1 2 3 4 كما مثل ليبر، مثل ما تاع ليبر من الاول حتى ال 12. هاي 12 تعشيقة أمامية وأربع تعشيقات خلفية، هذا يشبه تماما تاع ليبر فيها 12، تتوقف في 12 تعشيقة. كذلك هنا فيها أوتوماتيك ومانيال، تستطيع أن تختار بين أوتوماتيك ومانيال. فيها مباشرة مثل تاع هذه تاع الديماغ الذي جعلت لكم مثال حي، تدفع إلى الأمام فقط. وأظن كذلك فيها نصف تعشيقة، سنشوف. ما فيهاش سنة إذا تغطيتها. هذه قال لك تعشيق التعشيقات باستخدام جهاز التحكم، هاي 8، ويقوم نظام أوتوماتيكيا يغير التعشيقة أوتوماتيكيا. تدفعه إلى الأمام فقط، دائما اضغط على المكبح تمرر الأولى فقط، تضغط على هذا الزر هنا أريتكم إياه، وتدفع الأولى فقط، كل الحركات الأخرى تذهب أوتوماتيكيا. يبقى هذه أ أو أ، هذه مختصة بالأوتوماتيك مانيال، عندما تغير هنا أوتوماتيك مانيال. قالت يمكن استخدام مفتاح برنامج قيادة المراوحة عن طريق التحريك الاقتصادي. نصور في الفيديوهات وأعمل على بالك، لا يوجد لدي وقت. قالك هذا استخدام التحرك الاقتصادي وطريق العرض القدرة، معنى هذه عندها هذه المغير سرعات، فيه خاصية هنا، هاي وينها، ما فيها شاحنة هنا، لا أعتقد أنكم ترونها جيدا. ثبت الكاميرا لتراها جيدا. هاي ثبتت، هاي مرسومة هنا شاحنة في مرتفع، وهنا محور. هذه قالك إذا كانت مكان صعب شو تضغط عليها الفوق، وإذا كانت طريق مستقيم تضغط أسفل. عندما تضغط إلى الأسفل تكون طريق استعراض القدرة والتحرك الاقتصادي، كما نقول إحنا قدرة الشاحنة تستغلها، ولا طريق الاقتصادي معنا إذا كان طريق جيد استعملها في هذه الجهة. لماذا هم يجعلون هذه الأشياء والتفاصيل؟ لأنك يمكن أنك تخطأ، تكون أنت جاعلها في تحرك القدرة وهي المفروض أنك جاعلها هنا. يجب أن تتبع الدليل دائما. هذا مغير سرعات اسمه مرسيدس باور شيفت،
أنا قلت لهم يشبه تاع الليبر الذي تتحكم فيه يشبه تاع الليبر. المهم إن شاء الله سوف أنتقل لكم إلى هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.